انا بجيب قطع ستيك او قطع فيليه بقطعها شرايح طويله كده يا مستر غريب، شرايح طويله كده اهو، اقطعها شرايح طويله، اتبلها ايه، شويه ملح وشويه فلفل وشويه بهار وشويه زعتر ناشفين ومعلقه دقيق. خدي بالك من معلقه الدقيق ده عشان تعمل ايه شخصيه ده، وادخل الكلام ده كله مع بعضه، اقلبهم مع بعض. يا جمالك يا شيخ، تعالى كده اهو، ادخلهم كلهم مع بعض، واجي اجيب معلقه زبده ومعلقه زيت، اسخنهم في كازرول مع بعض بالشكل ده كده، واحط معلقه الزيت الاول، اسحب السخونيه، احط ايه اللحمه، اديها صدمه بعد ما اديتها الدقيق والزعتر واديتها الملح والفلفل وبهار اللحم، وهي سخنه كده اديها معلقه الزبده واقلبهم كده مع بعض. ما تفاصيل ياخدوا يدوا مع بعض عشان اطلع احلى صوص منهم مع بعض كده. وهنا عندي ايه، عندي الصوص بتاعي عباره عن ايه، ساور كريم، ما عنديش ساور كريم، زبادي وعصير ليمون، وعندي رايب، وعندي طبعا كاتشب، وعندي صلصه، وعندي هنا مسترد، وعندي صويا صوص. اغير اللون بتاعي كويس قوي بتاع اللحمه وانا شغال، وبعد كده اعلق على الشوربه معلقه من الزيت ومعلقه زبده على النار، اعلق عندي، وانا شغال كده بقلب في اللحمه، غيرت لونها كده قدامك اهي يا جمال. اول ما تغير لونها كده واتاكد ان ما فيهاش اي ناتج تسويه، راح مديها بصله بيضه ناعمه واقلبها كويس، واشوف درجه الدقيق اللي انا حطيتها مع التتبيله الاول، عشان انا عايز الصوص ده يربط بتاعي. اما احط عندي هنا الكريمه، وعندي الساور كريم، وعندي الصلصه، وعندي المسترد، وعندي ايه الصويا صوص، كل ده قدامي اهو عشان اعمل احلى بيف استراجانوف بتفاصيله وكل ايه حاجته. جربت ايه يا بوشي؟ انا هجرب الشوربه يا شيف. اتفضلي بالهنا والشفا. وعندي هنا الايه الشوربه، وفي نفس الوقت اعلق على شويه رز ابيض، حاجات الشوربه، ادي البصل، وادي الثوم، وادي البروكلي، وادي الجزر، والذره الحلوه، وادي البيون عندي. يا تفاصيلك، هنا عندي اهو اللحمه لونها غير كده، اروح جاي ايه جايب معلقه من الدقيق. حلو قوي يا شيف، بالهنا والشيف، ومش باين انها بروكلي خالص. بالظبط، هي ممكن الاولاد يا جماعه يشربوها ويستفادوا، لان البروكلي من الخضار اللي كله قيم غذائيه عاليه جدا، وما يعرفوش انها بروكلي. بالظبط كده، لان الطعم مش باين فيها خالص. اديت معلقه دقيق، اروح مديها مشروم فريش المعه بمنديل اهو، اديته ايه المشروم، وانا بدي له مشروم اديته معلقه دقيق، اروح جايه عندي كوبايه شوربه لحمه، بعد ما يدبل عندي كل الكلام ده اغطي عليه على ما اشوف الايه الشوربه بتاعتي هبدا اعملها ازاي. يبقى انا حطيت ماده دهنيه زيت وزبده، حطيت اللحمه بعد ما تبلتها ملح وفلفل وزعتر وبهار لحمه، واديتها معلقه دقيق، وبعد كده نزلت عليها المشروم وغطيت عليه. ارجع هنا للشوربه.